من بين الأخطاء اللي ما لازمش نقع فيها هي الفرق ما بين قيمك وتقمك. هذه الحالة لازم نعرفوها مليح، ولازم نعرفو نفرقوا ما بين هذين الفعلين. نتابعوا معي الفيديو للأخير حتى نتعرف على هذا الفعلين وكل واحد والحالة اللي نستخدموه فيها. مرحبالار نصص نظر كداشلار ومرم إيسي نزدر. كما شفتوا اليوم راح نتكلموا عن قيمك وتاكمك. في البداية حبيت أني نعطيكم الأخطاء الشائعة اللي وقعوا فيها الناس كأمثلة. مثال يقول لك جوزلوك قيدم، جوزلوك قيدم، هذا خاطئ طبعا. مثلا يقول لك شابكا قيوروم، شابكا قيوروم، طبعا هذا خاطئ إلى آخره. كان أمثلة بزاف من هذا النوع. فاليوم قررت أني نقول لكم متى نستخدم قيمك ومتى نستخدم تاكمك، تمام؟ إذن بالنسبة لقيمك نستخدمها مع الألبسة وما شابه، أحذية إلى آخره. أما بالنسبة لتاكمك نستخدمها مع الأكسسوارات إلى آخره، تمام؟ أعطيت لكم هنا أمثلة عن قيمك مع من نستخدمها وتاكمك مع من نستخدمها. قيمك نستخدمها مع تي شيرت، مع بانطلون. هنا بالمناسبة هذه الكلمة كاين بزاف اللي نسمعهم يقولوا بانطلون، هذه كلمة بانطلون لغة فرنسية، احنا نقولوا بانتو ماشي بانتا، تمام؟ بانطلون. عندنا جوملك، اياكابو، تارليك، وعندنا البسة. اما بالنسبة لتاكماك هذه فقط كامثلة، تمام؟ اما بالنسبة لتاكماك نستخدمها مع شابكا، يوزوك، جوزلوك، كوليه، بيلكليك، اتك. بالنسبة لكامل هذه الكلمات تلقوها مترجمة في الديسكريبشن بوكس، تمام؟ نروح نشوفوا امثلة على هذا الشيء، يعني طريقة استخدام تاكماك وقيمك. اذا نبدأ مع الجملة الاولى، كرمزة بيلبسي جيو، كرمزة بي البسي جيو. هنا بالنسبة لبي هي بير، أساس الكلمة أو أصل الكلمة هو بير. كما عودتكم دائما نعطيكم هذه الملاحظة، نقول بي البسي، وهنا دائما نقول جيو، يعني ما نلفظ حرف ري مثل الأتراك، تمام؟ إذا كرمزة بيلبسي جيو يعني هي ترتدي فستان أحمر. كرمزة بيلبسي يعني فستان أحمر. شفتوا هنا رعنا ملابس استخدمنا جيو. أزون سياه ببالتو جيو، أزون سياه ببالتو جيو، يعني هو أو هي ترتدي معطفا أسود طويل. أزون سياه يعني أسود طويل، ببالتو يعني معطف. احنا الجزائريين يعني جدادنا ولا الناس الكبار يقولوا بالطو، البالطو، تمام؟ من قبل كنت يعني كان بزاف كلمات في الدرجة، في بعض الأحيان تولي تفكر تقول من وين جات هذه الكلمة. فلما شفت كلمة بالطو لما أول مرة شفتها في اللغة التركية فهمت وين جابوا كلمة بالطو، يعني اشتقوها من بالطو وحولوها للدرجة. نيسة فقط لما شفتها ذكرت هذا الشيء، حبيت نشاركه معكم. نكملوا. بونو تكرار قيمك استميورم، بونو تكرار قيمك استميورم، لا أريد ارتداء هذا مجددا. هنا يكون يتحدث على ملابس، ولا ممكن يكون يتحدث عن جملك قميص، ولا يكون يتحدث عن فستان إلى آخره، تتحدث عفوا. نروح نشوفو جملة أخرى. بانتولون أسكسي تاكماك ياساكتر، بانتولون أسكسي تاكماك ياساكتر. هنا أعتذر ما ترجمتهاش للغة العربية لأنه ما عرفتش اسم البانتولون أسكسي باللغة العربية، هما لي بغيتال. شفتو هذا الشيخ اللي راه في الصورة، وضحت لكم حتى تفهموا بانتولون أسكسي. شفتوا الشيء اللي راه يجبد فيه بيديه، هذاك هو بانطلون اسكسي. نتمنى اني قدرت نفهمكم.
وبالنسبة لترجمة الجملة قالوا بانطولون اسكس تاك ماكياس اكتر، قالوا ممنوع توضع بانطولون اسكس ليبريتيل. تمام، كاندي ماسكيني تاك، كاندي ماسكيني تاك يعني ضع قناعك الخاص. بالنسبة لكاندي اللي ما يعرفهاش راح نخلي لكم يعني طريقة استخدام هذه الأداة، راح نخلي لكم الرابط الخاص بها في الديسكريبشن بوكس. عندنا آخر جملة، شابكا تاك ماك استيميوروم، شابكا تاك ماك استيميوروم، لا أريد ارتداء القبعة. فعندي هنا إذا لاحظتوا بانطولون اسكس هذا اكسسوار، عندنا كاندي ماسكيني تاك ماسك، ماسكي هو أيضا من بين الاكسسوارات، شابكا تاك ماك هو أيضا قبعة يعني اكسسوار إلى آخره. هذه الأشياء نستخدم معها تاك ماك، وقيمك نستخدمها لي مثل ما قلت الألبسة يعني الملابس إلى آخره، الأحذية، الصنادل إلى آخره، يعني أي شيء يخص اللبس. أما بالنسبة للإكسسوارات الساعة، خاتم، قبعة، الوشاح إلى آخره، هذو نستخدم معهم تاك ماك. إذا كان هذا هو درسنا اليوم، نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منه. طبعا ما تنسوش تدعمونا باللايك، وإذا أمكن تشاركوا هذه الفيديوهات مع أصدقائكم، وتشتركوا في القناة اللي مازال مشتركش فيها، وتضغطوا على زر الجرس هكذا حتى توصلكم الإشعارات فور نزول الفيديوهات. قرش مكزيري.